وكاين مجموعه ديال المواطنين الان تقدموا بشكايات للقضاء، ومجموعه يعني كيشتكيوا طبيعه الحال من الاضرار اللي خلفتها طبيعه الحال الشركه بالمقلع اللي هو متواجد على بعد 5 الى 6 كيلومتر عن مركز جامعه تيزي وسلي، واللي كيتوجد في وسط حي في وسط منطقة أهل السكان، يعني تقريبا ما كاملة تا سميتو 100 متر 80، وجود مجموعة ديال المساكين، وكاينة مدرسة ابتدائية، حتى ربما غتمشيو الناس اللي كيقريو تما المعلمين لا يعلمون حتى بالتفجيرات، يعني ملي كتقام التفجيرات ولا الأشغال والضجيج، زيد انهم كيخدموا تقريبا ليل نهار، زيد ان كاين مشكل مسطر ديال النزع الملكيه، لان كاين مجموعه ديال المقاطع تشقات فيها طريق جديد، ما شقاتهاش الجماعه، شقاتها الشركه دون علمي او حتى التاكد من صاحب الارض، تشقات فيها مسالك جديده في ارض ديال الخواص، ما تعوضوا ما درت مسطره ديال النزع الملكيه الى غيرها من المشاكل. وتلقينا حنا كساكنه، انا كنهضر هنا بصفتي من مواليد الدوار، بجوج بينا انا والاخ بلال الخواخي، نحن من مواليد دوار ازرو، لا وجود لغريب بين ساكنة الدوار، وليس ثمة لا حسابات سياسية ولا شيء من هذا القبيل. الساكنة النهار اللي دارت على حساب اللي قالنا السيد القائد، اللجنة الإقليمية ديال المقالع لم تستشر الساكنة، والتعداد ديال الساكنة ديال الدوار تفوق 200 فرد، هادو غير اللي مقيدين في اللوائح الانتخابية، ما استشروش موالي الأرض اللي تقامت فيها المقلع الحالي، لان كاين نزاع بين مجموعه ديال الموالير تما على حساب الحدود، وجراو هاد الناس كاملين راسلوا الجهات وفي اخبار جميع الاطراف ان كاين مشكل حقيقي، يعني ما كاين لا مزايده سياسيه ولا استغلال سياسي ولا شيء من هذا القبيل. نحن كممثل لرئيس الجماعة هو الذي يمثلنا قانونيا أمام جميع المصالح كيفما كانت هذه المصالح، سواء كساكنة أو كأعضاء ديال المجلس الجماعي، بل أكثر من هذا تحاورنا مع مجموعة ديال الحوارات اللي جمعتنا مع المدير الأشغال ومع الممثل القانوني ومع الناس اللي هما أصوصي في الشركة، عبر طبعا اتصالات هاتفية أو لقاءات عقدنا مجموعة. الغائب الأكبر هو الممثل القانوني للساكنة اللي هو رئيس الجامعة، غاب منذ تقريبا منذ بداية الأشغال في شهر تقريبا أواخر شهر 8 إلى الآن، إلى الآن لم يحرك ساكنا، ما تحركش بتاتا ولو اجتماع مصغر، بل اكثر من هذا طالبنا الشركه وطالبنا السلطات المحليه باتصال برئاسه الجماعه لعقد جلسه موسعه تجمع طبعا حنا كممثلين ديال الساكنه على مستوى المجلس الجماعي، لان حنا انا شخصيا كممثل ديال الساكنه عند هذه الدائره، وكذلك بحضور جميع الاطراف المتداخله في اقامه المقلع، بما فيها مصلحه ديال التجهيز، بما فيها رئيس الجامعه، السيد قائد القياده، المدير الشركه، بحضور ممثلين ديال الساكنه وبحضور الساكنه. ما سوق لنا حد بهذه العباره، ما سوق لنا حد. وربما الاخوان الا كان تاكدوا كل شيء، اطلعوا ماذا بكم في حضور السيد الرئيس، اطلعوا المكان ديال المقلع وتشوفوا مع الساكنه، وراه حتى شي واحد ما يجري عليه، اما مشي يجري عليا ما عمرو جا تما، ما جري عليه حد،
مشى لجهات اخرين ربما جريو عليه. حنا راه ولد المنطقه، ما يمكنش حنا عائله وحده، وان اختلفنا في امور تبقى العلاقات الانسانيه فوق كل اعتبار. والدليل هو هذا اللقاء اللي رحنا فيه. حنا عائله وحده، حنا مغاربه معروفين اننا ندبزو غدا، غدا نتصالحو، يعني ما عندناش مشكل. وتحيه للجميع.